أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، صحفي سافر عاما كاملا من صنعاء إلى تعز قبل أن يموت في المعتقل. موقع إخباري يتحدث، السر الذي حول مشرفي الحوثي في دمار إلى أثرياء المدينة. ومن أخبارنا المنوعة، واشنطن تشكو من تجسس قمرين روسيين على قمر أمريكي. أهلا بكم. يتساءل الأهالي في محافظة دمار عن السر الذي حول مشرفي ميليشيا الحوثي في المدينة فجأة إلى أثرياء وأصحاب أملاك متعددة. الإجابة وردت في تقرير نشره الصحوانيت، والذي عنوان الغاز المنزلي بدمار مصدر ثراء مشرفي الحوثي. قالت مصادر مطلعة للصحوانيت أن محافظة دمار تستلم من الغاز المنزلي يوميا 8 مقطورات غاز بسعر رسمي لا يتجاوز سعر الاسطوانة الواحدة 1200 ريال وزن 20 كيلوغرام. تقوم الميليشيات الحوثية بالمحافظة بتفريغ بعض مقطورات الغاز التي تصل يوميا إلى المحافظة بمحطات خاصة بها لتغذي أسواقها السوداء المنتشرة في مختلف شوارع وأحياء مدينة دمار. وما تبقى من المقطورات يتم إرسالها إلى بعض المحطات بعد رفع سعر الاسطوانة من 1200 إلى 3000 ريال. الفوارق الكبيرة هي ما تورد إلى أرصدة الميليشيات الحوثية وتسهم في إثراء مشرفيها وتمويل حربها التي تشنها على أبناء الشعب اليمني. أما المقطورات التي يتم نهبها فتتم عملية البيع بسعر 8000 ريال للاسطوانة الواحدة. يقول أحد سكان مدينة دمار، يأتي الغاز إلى حارتنا في الأسبوع مرة فنصطفه أمام محل البيع فلا يكفي ثلث الموجودين في الطابور. منظمة سام الحقوقية تتبعت قصة الصحفي الذي اختفى من الطريق ولم يعثر عليه إلا بعد عام في معتقلة الحوثيين، حيث توفي بعد خروجه بأيام. وعنوان موقع المصدر أونلاين، سافر من صنعاء إلى الراهدة فتلقفه 11 شهرا من العذاب. هكذا قتل الحوثيون صحفيا في سجن الصالح بتعز. في سبتمبر عام 2017 غادر الصحفي أنور الركن مقر إقامته في صنعاء متوجها إلى قريته بمنطقة الراهدة جنوب تعز، إلا أن رحلته تلك أخذت قرابة عام كامل لتكون هي الفصل الأخير والأكثر مأساوية في حياته. منظمة سام للدفاع عن حقوق الإنسان في أحدث تقرير لها حول التعذيب الذي يتلقاه المحتجزون في سجن الصالح التابع لجماعة الحوثيين، نقلت عن أحد أقارب الصحفي أنور الركن أنه اختفى من الطريق، فمكثنا نبحث عنه ولم نجده لمدة 10 أشهر. في أحد الأيام ذهب أحد معارف عائلة الركن إلى سجن الصالح للمتابعة بشأن محتجز آخر في السجن. بالصدفة شاهد أنور في أحد أقسام السجن وكان جسمه هزيلا. يضيف قريب الركن أنهم تواصلوا وذهبوا إلى سجن الصالح وتابعنا حتى أفرج عنه الحوثيون بحالة سيئة. لم تكد عائلته تفرح بعودته بالسلامة حتى فارق الحياة في 2 يوليو 2018، أي بعد 3 أيام فقط من خروجه من سجن الحوثيين. لا تعتذر عن ثورتك. تحت هذا العنوان كتب المصري وائل قنديل مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: الحاصل أن ثورات الشعوب العربية كانت حروبا نظيفة ومشروعة ضد التخلف والتبعية والطغيان والاحتلال، احتلال الأراضي واحتلال الإرادة السياسية. لكن شعوبا انهزمت أمام الجيوش التي تتسول التطبيع مع العدو، كما انهزمت هي والجيوش وبسببها أمام العدو نفسه في سلسلة من الحروب العسكرية. غير أن ذلك كله لا يعني أن نلعن الحروب باعتبارها فعلاً مقاوماً أخلاقياً ومشروعاً ولازماً للشعوب التي يحتل عدو ما أراضيها ويغتصب مقدساتها وثرواتها، كما لا يعني أن نصب الغضب على الجنود الذين يذهبون إلى القتال ممتلئين باليقين بأنهم في معركة من أجل كرامة أوطانهم وشعوبهم، بينما هناك قادة عابثون لا يمارسون القيادة بقدر ما يحترفون القوادة لمصلحة العدو كي يشتروا الرضا الدولي عن استمرارهم في السلطة. وما جرى مع الجنود في الحروب
لا يختلف عما جرى مع الجماهير في معارك الثورات، فكلاهما كان يناضل ويقاوم بصدق نبيل من دون أن يدري أن هناك من بين الذين يقودون نضاله من يلهو ويتاجر ويبيع ويخون. هي معركة لم تغلق بعد، وإذا كانوا يحاولون اغتيال يقينك ويشعلون الحريق في ذاكرتك لكي تعلن استسلامك وتقر بأن الثورات لا تفيد، فعليك أن تتذكر أنهم كلما أمعنوا في وحشيتهم وسفالتهم فهذا يعني أنهم يعرفون قوة الشعوب إذا امتلأت إيماناً بحقها في التغيير وتحركت. لا تعتذر عن ثورتك ولا تظنها هينة أو عاجزة، فكل ما حولك ينطق بأن الأوغاد وعبيد الأوغاد يستخدمون أشرس أسلحتهم لإنهاء زمن الشعوب التي استيقظت في العام 2011 فاهتزت جدران الاحتلال والاستبداد، وحتماً ستعاود الانتصار عليهم. علقت صحيفة العرب الجديد حول الأوضاع في عدن عقب مغادرة رئيس الحكومة معين عبد الملك، وعنونت الصحيفة اتفاق الرياض إلى مربع الصفر بعد مغادرة رئيس الحكومة اليمنية عدن. تؤكد العرب الجديد أن اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الشرعية باليمن والمجلس لانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا عاد إلى مربع الصفر، فعقب أيام من التوتر والتصعيد العسكري في أبين وشبوة غادر رئيس الحكومة العاصمة المؤقتة عدن بشكل مفاجئ. وكانت عودة رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن في 22 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي هي الثمرة الوحيدة التي تحققت من الاتفاق بعد مرور 90 يوما من توقيعه، فيما تعثرت بقية البنود رغم تفاهمات تمت قبل أسابيع وأطلق عليها مصفوفة عمل سياسية وعسكرية. وخلال 80 يوما التي قضاها رئيس الحكومة في قصر المعاشيق لم يقم عبد الملك بتنفيذ أي زيارة ميدانية خارج القصر الرئاسي طيلة الفترة جراء استمرار تأزم الوضع الميداني مع المجلس لانتقال الجنوبي. وتفيد الصحيفة على الأرجح أرادت السعودية بقاءه لأطول فترة زمنية ممكنة خاشية تبخر الإنجاز الوحيد للاتفاق، ويخشى مراقبون من رفض الانتقال الجنوبي عودة رئيس الحكومة إلى عدن مرة أخرى، خصوصا أنه لا يزال المتحكم بمطار عدن الدولي ويمتلك تجارب سابقة في رفض هبوط طائرة الرئيس اليمني. تضيف الصحيفة ولا يعرف ما إذا كان صبر السعودية سيطول إزاء تعنت الانتقال الجنوبي، لكن المؤشرات تؤكد أن الفشل قد يكون النتيجة الحتمية. جمهورية رغم أنف الكهنوت، تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الملك المقرمي مقاله المنشور في موقع الصحوارت مضيفا في أجزاء من المقال. قبل الثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011 كانت القوى السياسية تسعى جاهدة للتوصل مع النظام إلى ترسيخ قواعد ديمقراطية سليمة وقواعد ديمقراطية صحيحة تضمن للعملية الانتخابية الإجراءات السليمة والتي تكون نتائجها معبرة عن الإرادة الشعبية خالية من التزوير والتزييف والمصادرة. وكان هناك أيضا حراك شعبي بصورة احتجاجات مطلبية أو اعتصامات لإصلاحات سياسية أو تبني قضايا شعبية. في هذه الأثناء وقبلها وبعدها كانت الحركة الكهنوتية ممثلة بجماعة الحوثي تقوم بحرب عصابات ضد الدولة، وسنتجاوز هنا الحديث عن تفاصيل تلك الحروب التي كانت تقوم بتليفون وتتوقف بتليفون، كما صرح بذلك مرارا وتكرارا قيادات من عمق النظام حينها وعرف ذلك الخاص والعام. كان النظام يومها يعمل لتوظيفها لعدة حسابات، وكان يظن أن الطرف الكهنوتي سيكون تحت السيطرة، فيما كان الحوثي يتعاطى مع الأمور بحساباته هو، مستفيدا من الحسابات التي كانت لدى النظام في التمكين لنفسه. وحين كانت القوى السياسية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك تخرج بوقفات أو مسيرات متبنية قضايا شعبية وتحت راية العلم الوطني بكل فعالياتها، كانت جماعة الحوثي تنظم مسيرات بمدينة صعدة، لكنها لا تتبنى فيها أي مطالب شعبية ولا تتحدث عن أي قضايا وطنية، وفي غياب تام للعلم الوطني أو أي شعار من شعارات النظام الجمهوري. إن ثورة فبراير بكل مؤيديها في مواجهة معلنة ضد الكهنوت الحوثي منذ تنكر الحوثي لمخرجات الحوار الوطني والذين انخدعوا به وحالفوه يوما ثم مكر بهم، عليهم أن يدركوا جيدا أن الحوثي كان وسيظل عدوا للثورة والجمهورية وعدوا للحرية والمساواة والديمقراطية، وإن عليهم أن يدركوا أيضا
أن العدو الوحيد لليمنيين اليوم هو الحوثي. أصبح العالم ينظر إلى المساعدات التي قدمها إلى اليمن بأنها الأكبر عالميا من حيث مدتها الزمنية، وتعنون شبكة البي بي سي أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم توشك على الانهيار. قال الموقع إن حياة ملايين اليمنيين تعتمد على هذه المعونات. وقالت ليز جراندي منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في اليمن أن وكالات المساعدات الإنسانية يجب أن تعمل في بيئة تستطيع فيها إدامة وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية. أضافت: إذا وصلنا إلى نقطة لا تسمح لنا البيئة التي نعمل فيها بذلك، سنفعل كل ما في وسعنا لتغييرها. قال الموقع البريطاني أنه رغم المحادثات التي تستمر حتى وقت متأخر من الليل مع الحوثيين ولمدة أشهر لإيجاد حل للأزمة، إلا أن المبعوثين المتعاقبين الذين أرسلوا إلى العاصمة صنعاء فشلوا في إيجاد حل لقائمة الشكاوى التي تتراوح بين التأخيرات في منح تصاريح إدخال المواد ومضايقة فرق المساعدات واحتجاز كوادرها. وقد عبر أحد مسؤولي الإغاثة الإنسانية عن مخاوفه مما وصفها ببيئة عدائية جدا وتصاعد القلق بعد أن شكل الحوثيون هيئة جديدة في نوفمبر عرفت باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل تحقيق المزيد من السيطرة على المعونات الإنسانية، واقترحت فرض ضريبة على كل وكالة عاملة في مجال المساعدات الإنسانية تصل قيمتها إلى 2% من ميزانيتها التشغيلية. وبشأن الضريبة الجديدة، أوضح مانع العسل الذي يترأس دائرة التعاون الدولي في المجلس الأعلى لإدارة تنسيق الشؤون الإنسانية تابع للحوثيين: لا يجب أن تكون هناك مشكلة في إعطائنا تمويلا، وقد أبلغناهم بأنه إذا عملنا معا فلن نختلف. تهدد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بوقف العمليات التي يعتمد عليها حوالي 20 مليون يمني في بلد دمرته 6 سنوات من الحرب، وفق تقرير صحيفة ويست فرانس الفرنسية والتي عنونت المساعدات الإنسانية محتجزة كرهينة في اليمن. قال التقرير الذي ترجم لصالح قناة بلقيس: يتهم متمردو الحوثي الذين سيطروا على العاصمة صنعاء منذ عام 2014 بمضاعفة العقبات من خلال التحكم والبيروقراطية واختلاس بعض المساعدات، لكن الأخطر من ذلك وفقا للصحيفة أن الموظفين المحليين يتعرضون للترهيب، حتى أن بعضهم فرض ضريبة بنسبة 2% على الواردات الإنسانية. تتابع الصحيفة: الحكومة الشرعية اليمنية تتهم الحوثيين باستخدام المساعدات لتمويل مجهودهم الحربي، وتقول الصحيفة أنه من المفارقات أن الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية قد أدى إلى تعزيز اقتصاد الحرب والتهريب الذي يثري قادة الحوثيين ويجعل السكان أكثر اعتماداً على السلطة. بعد مرور 6 سنوات على وصولهم إلى صنعاء، تمكن المتمردون الحوثيون من مقاومة هجمات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والتي ساعد تدميرها وقصفها للمدنيين في تعزيز قوة الحوثيين. أمجد قضية حية تحت هذا العنوان، كتب نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر مقاله الذي تنشره بلقيس. أمجد عبد الرحمن محمد شاب ناشط مدني، اغتالته يد الغدر والإرهاب في عدن. شعرت بسعادة غامرة وأنا أتصفح الكتيب الذي أصدره رفاقه عن حياته ودوره المائز في الحياة المدنية ودفاعه عن الحريات والحقوق ودوره في تأسيس ناصية، المنظمة المدنية التي تأسست في تحد شجاع لتغول التفلت والإرهاب وانطلاق عفاريت العنف في مدينة عدن، المدينة المدنية المفتوحة على العالم ومختلف الأعصر والمحتضنة لمختلف الملل والنحل والاتجاهات السياسية والفكرية والأجناس الوافدة من أمم وشعوب العالم. تصفحت الكتاب المتقن في الترتيب والمزدان بالصور وفنية الإخراج، فأمجد ورفاقه الشباب والشابات هم صناع مجد 11 من فبراير 2011، وقد كانوا صناع الثورة الشعبية السلمية وضحاياها في آن. مقتل أمجد، أو بالأحرى استشهاده، تكثيف رامز لاغتيال الثورة السلمية في عموم اليمن والأمة كلها، ولن يضيع حق وراءه شعوب أمة. أعداء الحرية، أعداء السلام، وأعداء الحياة
هم الموت الذي فجر الحرب وزرع الإرهاب وباء العنف في طول اليمن وعرضها. ما أثار فزعي وحزني الشديد أن جريمة مكشوفة ومعلنة تهز ضمير الرأي العام وتستثير غضب الشعب اليمني، ففاعلها معروف وكتيبته جزء من قوة الميليشيات السلفية في عدن، ولها ارتباطاتها المعلنة، وتطرح القضية في تقرير دولي، وتكون موضع إدانة واستنكار شعبي وعالمي، ومع ذلك تمضي الجريمة ولا يحقق مع القتلة. أمجد عبد الرحمن محمد من شباب ثورة الربيع في اليمن، واغتياله اغتيال للثورة السلمية التي تفرق دمها بين أطراف الحرب الأهلية والإقليمية والدولية. لقد جرى التغاضي عن جريمة الاغتيال، ومنعت الصلاة على الشهيد أو دفنه في مقابر المسلمين، كما منعت أسرته من استلام الجثة أو استقبال العزاء، واعتقل رفاقه الثلاثة حسام ردمان وهاني الجنيد وماجد الشعيبي، وتعرضوا للتعذيب لقيامهم بواجب العزاء. لم ينس العالم بعد حالة التجسس المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي سابقا أثناء الحرب الباردة، ومن كان يعتقد أن الأمر قد توقف فعليه مراجعة الأمر، خاصة بعد أن انتقل من الأرض إلى الفضاء. وعنون موقع الدي دبليو: واشنطن تشكو من تجسس قمرين روسيين على قمر تجسس أمريكي. قال الموقع: تجري مناورة تجسس في الفضاء بين روسيا وأمريكا، فلأن الفضاء هو أحدث ميدان قتال في العالم، اتهمت واشنطن قمرين اصطناعيين روسيين بتعقب قمر أمريكي مخصص للتجسس، فيما وصفته بأنه سلوك مقلق ما استدعى ردا حذرا من قبل موسكو. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رياباكوف تلقيه رسالة من واشنطن بشأن القمرين، مشيرا إلى أن موسكو سترد بعد دراستها، وأضاف فيما يخص مناورات هذه الأجسام في الفضاء: هذه ممارسات تقوم بها العديد من الدول. الجنرال جون ريموند قائد القوة الفضائية الأمريكية الجديدة قال إن القمرين الروسيين شرعا بالقيام بمناورات باتجاه القمر الاصطناعي الأمريكي بعد وقت قصير من إطلاقهما في نوفمبر، إلى درجة أنهما اقتربا على مسافة 100 ميل أي 160 كيلو متر منه. وأضاف: نحن نعتبر هذا السلوك غير عادي ومقلق، ويمكن أن يخلق موقفا خطيرا في الفضاء. يرصد اللصوص حركة ضحاياهم، يتواجدون في الشوارع وفي وسائل المواصلات وغيرها من الأماكن. لكن إليكم قصة لص مختلف، فقد اختار مكانا لا يخطر على بال الكثيرين. ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية، القبض على مريض مزيف يمارس نشاطه في المستشفيات. قالت الصحيفة: صدفة قادت السلطات للقبض على مريض مزيف يدعي المرض ليمارس السرقة داخل المستشفيات، وقد تنقل بين عدة مدن لينكشف أمره أخيرا. ووفقا لتقرير صحيفة بيلد الألمانية والذي ترجمته إلى العربية دي دبليو، فإن الرجل البالغ من العمر 41 عام ادعى المرض ودخل بهوية مزيفة إلى أحد مستشفيات غرب البلاد، وبالصدفة شكت إحدى موظفات المستشفى في الرجل بسبب الهوية المزيفة التي سبق له استخدامها، وأبلغت الشرطة التي ألقت القبض على الرجل وكشفت هويته الحقيقية باستخدام البصمات. لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، إذ اكتشفت الشرطة أن الرجل صدر بحقه أوامر اعتقال بتهمة سرقة المرضى، كما وجد لديه جهاز قارئ الكتب الإلكتروني سرقه من مريض كان معه في نفس الغرفة. الحياة بأحداثها المختلفة ولقطاتها المتنوعة اختصرتها لنا صحيفة الجارديان البريطانية، ونحن ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم.
منذ زمن بعيد حاول الإنسان تخليد ما يراه والتعبير عن وجهة نظره باستخدام الرسم، فسخر لذلك كل إمكاناته، نحت في الجدران ونقش في الجذوع حتى وصل إلى استخدام الريشة والقلم فيما يعرف بالكاريكاتير. مجموعة من هذه الرسوم نشاهدها في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.